السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من شرح مادة الأورال بيولوجي. معاكم محمد حمدي. إن شاء الله يا شباب النهاردة هنكمل شابتر التوث ديفلوبمنت. كنا وقفنا في الفيديو اللي فات عند الايرلي بيل ستيج وخلصناه الحمد لله، وخلينا يبقى كده احنا خلصنا المفروض اللي كان علينا ايه في الشابتر ده. الشابتر ده انت المفروض تعرف فيه المورفولوجيكال ستيجز، وال ايه تاني في الهيستوفيسيولوجيكال ستيجز. محتاج تعرف انواع نوعين من الستيجز، مورفولوجيكال ستيجز وهيستولوجيكال، مورفولوجيكال ستيجز وهيستوفيسيولوجيكال ستيجز، وتعرف الروت فورميشن. فاحنا حتى الان ماشيين في المورفولوجيكال ستيجز، خلصنا الدنتال لامينا ستيج والبادي ستيج والكاب ستيج، و دخلنا في البيل ستيج، خلصنا الايرلي بيل ستيج، وان شاء الله النهارده هنخلص الليت بيل ستيج وناخد معاهم الهيستو فيسيولوجيكال ستيجز. ودي جزئيه صغيره جدا مش مكمله صفحه وسهله جدا، ويعتبر نفس الكلام اللي احنا قلناه في الليت بيل ستيج، مش هنكرره لا، ده احنا هنقول بس ان مثلا في حاجه اسمها الانيشيشن. الانيشيشن دي بتمثل انهي مرحله من المورفولوجيكال ستيجز. الانيشيشن دي مرحله من مراحل الهيستوفيسيولوجيكال ستيجز، لكن تمثل مرحله كذا كذا في المورفولوجيكال ستيجز وهكذا. فخلينا النهارده عايزين نراجع مع بعض كده مراجعه سريعه على اللي احنا اخدناه ووقفناه في الفيديوهات اللي فاتت. فخلينا نبدا، بس بقى مش هنراجع مراجعه بالكلام، هنراجع مراجعه بالانيميشن. هنشوف فيديو ولا اتنين تلاته كده انيميشن، نشوف ايه الكلام على ايه في التوث ديفلوبمنت. لو جيت تبص هنا كده هتلاقي ده الامبريو، بعد كده بدأنا ندخل في الأورال كافيتي، ندخل في الميزنكايم والأورال إبيثيليوم بتاع الأورال كافيتي، والكرات اللي ماشية دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن اليو إم سيز والنيورال كريست سيلز. فاكرين النيورال كريست سيلز حصل إندكشن، فاكرين الجزئية بتاعت الإندكشن، الجزئية بتاعت الإندكشن لما حصل إندكشن لما البيزمنت ممبرين حصل له ديسنتجريشن واتوقف، يعني قصدي وقف يعني تاكل، فحصل اندكشن من البري اميلوبلاستس اللي هي الانر انامل ايبيثيليوم لليو ام سيز، واليو ام سيز اتحولت لاودونتوبلاستس. هنا بقى في المرحله دي اليو ام سيز او النيورال كريست سيلز حصل لها اندكشن، شايفين الاشارات اللي نازله دي اندكشن، فحصل اندكشن ل ودي اول كلمه اندكشن عندنا في المنهج. حصل اندكشن للنيورال كريستالز او اليو ام سيز اللي موجوده في البريفيرال دنتال بابيلا، هو اتحولت لاودونتوبلاستس. بعد كده لو جينا نبص كده هنلاقي حاجه، ايه هي الحاجه دي؟ هنلاقي ان حصل ثيكننج للاورال ايبيثيليوم لتحت في الميزنكايم في الميزوديرم، وطلع بروزين فيستيبولار لامينا ودنتال لامينا. الفيستيبولار لامينا اتاكلت زي ما شايفين كده حصل ثيكننج واتكون فيستيبولار لامينا، ودي بتكون ليبيال للدنتال لامينا. الفيستيبولار لامينا هيحصل لها ديسنتجريشن للسنترال سيلز، زي ما شايفين السنترال سيلز حصل لها ديسنتجريشن وعملت لنا الاورال فيستيبيول. بعد كده الدنتال لامينا بقى هي اللي هتبدا تقوم بشغل تكوين السنه. بدأت هنا الدنتال لامينا تطلع بد، بدأ يتكون بد، والبد بدأت تتحول لكاب ستيج للكاب ستيج، وبدأت الدنتال بابيلا تدخل كده اللي هي لونها احمر كده، وبدأت الدنتال ساك تحوط تعمل كبسول، وكأن ده كبسول حوالين الدنتال اورجان والدنتال بابيلا. وادي هنا وصلنا لمرحلة الكاب ستيج، مرحلة الكاب ستيج. بعد كده وصلنا، شفتوا المورفولوجيكال تشينج اللي حصل ده
اتحولت لبيل ستيج، بعد كده البيل ستيج للايرلي بيل ستيج للليت بيل ستيج، والليت بيل ستيج بدا يحصل فيها المينراليزيشن وبتاع الدنتين والانامل، وبدات السنه وصلت لشكلها الحالي وتكونت سنه كامله سليمه. فدي المراحل اللي اخدناها المره اللي فاتت. خلينا نشوف فيديو تاني. الفيديو التاني ده بيبدا اهو، ده الامبريو اللي هو الجنين في بدايته خالص، بيبقى امبريو بالشكل ده شبه دودة العلق او الدودة يعني صغيرة كده. دخلنا في الاورال، دخلنا في الاستوموديوم، ده الاستوموديوم اللي لونه ازرق فاتح، ده انا مش عارف اللون ده ايه، تقريبا لبني او سماوي حاجة زي كده. فدخلنا فيه وبصينا كده هنلاقي في كذا مرحلة، في البادي ستيج والكاب ستيج والبيل ستيج. فدخلنا كده دول عندنا مين؟ مين دول؟ دول اللي هم كأن دول الفكين. دول ايه؟ الفكين. كل فك او بقى مش الفكين، اللي هو اللور اللور لامينا والابر لامينا، او اللور اللور اورال ايبيثيليوم والابر لور الابر اورال ايبيثيليوم. بعد كده بدا يطلع منه بقى الدنتال لامينا، وتطلع منها البد، وتطلع منها بدات تتراكم عليها اهو الاكتوميزينكايم الاكتوميزينكايمال سيلز والنيورال كريست سيلز، وبدات تتراكم وبدا يتحول الشكل للكاب ستيج للبادي ستيج، وبعد كده الكاب ستيج، وبدات هنا الدنتال ساك تحاوط الخلايا الدنتال اورجان والدنتال بابيلا كانه كبسول، وهنا بيجيب لك كانه كروس سيكشن كده ويوريك الشكل من جوه. اللي لونها اخضر دي الدنتال بابيلا، وفوقيها على طول الانر انامل ايبيثيليوم، وهكذا. واخدين بالكم؟ فعندك بقى الايه الدنتال بابيلا والانر انامل ايبيثيليوم والاوتر وهكذا وهكذا. وعندنا هنا جوه الاستيليت ريتيكولم والستراتم انترميديوم، لكن في المرحله اللي موجوده فيها دلوقتي دي مفيش استراتم انترميديوم، في انامل نوت اللي هو لونه اصفر ده، اللي هو لونه اصفر ده فوق الانر انامل ايبيثيليوم مباشره. ده زي ما شايفين الدنتال بابيلا، وده الانامل نوت، بدا الانامل يبقى فيه انامل نوت. وهنا السيرفايكال لوبس اللي ذكرناها الفيديو اللي فات، شايفينها السيرفايكال لوبس اللي تحت دي، وكان مشاور عليها. بعد كده بتبدا يحصل بقى ايه ان ايكوال جروث، وتبدا يحصل ديسنتجريشن للدنتال لامينا لللاترال دنتال لامينا، وتسيب الابيثيليال ريستس اوف سيرس. بس كده احنا يعتبر رجعنا مع بعض اللي حصل في الاحداث اللي حصلت في المحاضرتين اللي فاتوا، واظن دي مراجعه كويسه جدا بالانيميشن. الانيميشن والتخيل والحاجات دي بتخلي الواحد يقدر يتخيل ويتخيل الشكل والاحداث اللي بتحصل، وان شاء الله تكونوا قادرين تستوعبوا حتى الان الاشكال وتتخيلوا الرسومات اللي موجوده عندنا دي. الرسومات نوعا ما بتكون ضعيفه شويه، لكن الانيميشن بيوضحها جامد. فالتو فيديوز اوف للانيميشن بتاع التو ديفلوبمنت النهارده اللي شفناهم دول اظن هيوضحوا الدنيا اكتر شويه. بعد كده خلينا نبدا في الليت بيل ستيج. الادفانسد بيل ستيج بتبدا بايه؟ الادفانسد بيل ستيج بتبدا ان الانامل اورجان بيكون وصل، او الدنتال اورجان الانامل اورجان بيكون وصل للفول سايز والشيب بتاعه، يعني خلاص هو كده وصل للفول سايز للحجم بتاعه الكامل، والشيب الشكل النهائي بتاعه اكت از، مش طبعا مش النهائي نهائي خالص، يعني انا بتكلم الشكل المبدئي بتاعه. بيقول لك بقى ايه ان في المرحله دي الانامل اورجان بياكت از مولد. بياكت مولد يعني ايه؟ يعني لما تيجي مثلا تصب حاجه، يبقى مثلا عندك شكل معين وانت عايز تعمل منه سبيكه مثلا، فبتصب السبيكه دي في حاجه اسمها مولد. مولد يعني مش عارف اقولها بالعربي، بس مولد مثلا انت عايز تعمل كيكه، عايز تعمل كيكه صح، كيكه بشكل قطه مثلا او كيكه بشكل دبدوب، فانت بتجيب طبق او حاجه على شكل دبدوب وتصب فيها الدقيق او العجينه بتاعت الكيكه، فبتطلع وتطيبها وتطلع بقى ايه الحاجه اللي انت جبتها عشان تحط فيها العجينه بتاع الكيك ده، دي اسمها مولد. اسمها ايه؟ اسمها مولد، قالب. ايوه قالب، اسمها قالب، فالمولد ده.
فالبير ستيج في المرحله دي بتاكت از امولد، قالب لتكوين الهارد تيشو، للهارد تيشو فورميشن اوف ذا كراون ويتش ستارتس ان ذس ستيج. يبقى الهارد تيشو فورميشن بيبدا امتى؟ بيبدا في الليت بيل ستيج، اما الايرلي بيل ستيج بيفور الهارد تيشو فورميشن. الليت بيل ستيج مع بدايه اللي بيحصل فيها ايه؟ بيحصل فيها اللي هو الهارد تيشو فورميشن. بعد كده بيقول لك ستارتس باي ذا ديبوزيشن اوف فيرست لاير اوف دنتين، بتبدا الليت بيل ستيج بترسيب اول لاير من الدنتين باي ذا ديفرنشيتد اودونتوبلاستس. احنا قلنا المره اللي فاتت ان في الايرلي بيل ستيج حصل ديفرنشيشن للبريفيرال سيلز اوف دنتال بابيلا وتحولت لاودونتوبلاستس. فبيقول لك بقى الليت بيل ستيج امتى نعرف؟ لما يبدا يبقى من ضمن العملي، الحاجات اللي في العملي لما تيجي تبص على صوره ويقول لك دي صوره مثلا ايرلي بيل ستيج ولا ليت بيل ستيج ولا كاب ستيج ولا كذا ولا كذا ولا كذا، لما تلاقي اول لاير اوف دنتين اتكونت اعرف ان هي مش بيل ستيج ولا اللي قبل البيل ستيج. اول ما تلاقي دنتين هارد تيشو في السنه اعرف ان دي مش ايه، دي مش حاجه غير الليت بيل ستيج. طالما في هارد تيشو فورميشن يبقى دي ليت بيل ستيج، تمام؟ طالما في هارد تيشو فورميشن دنتين، دنتين بيتعمل الاول وبعد كده الانامل، فالدنتين اول ما تلاقي دنتين اعرف ان دي ليت بيل ستيج الفيرست لاير اوف دنتين. اند بيفور الدنتين فورميشن، بيفور الدنتين فورميشن the avascular enamel organ takes its nutrition from two sources, the dental papilla and the dental sac. قبل ما يتكون الدنتين، قبل ما ندخل في مرحله تكوين الدنتين يا شباب، بيبقى في two sources of nutrition للدنتال اورجان. مين هم التو sources of nutrition دول؟ الدنتال بابيلا والدنتال ساك. في مصدرين للغذاء للدنتال اورجان قبل ما، يعني في المراحل الاولى، لحد فين؟ لحد امتى؟ لحد ما تتكون اول لير من الدنتين. اول ما تتكون اول لير من الدنتين ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان الدنتال بابيلا اللي كانت مصدر من مصادر غذاء الدنتال اورجان بتقف في تصدير الغذاء للدنتال اورجان. نتيجه ايه؟ نتيجه ان حصل هارد تيشو فورميشن، الدنتين بدا يترسب، الدنتين بدا يتكون ما بين الدنتال بابيلا، يعني الدنتال بابيلا اهي مثلا والدنتال اورجان اهو، ففي في النص بقى ما بينهم كده، في النص كده ما بينهم في مين؟ في الدنتين. فالدنتين هيمنع مرور الغذاء للدنتال اورجان، لكن اللي هيفضل يغذي بقى للنهايه هو الدنتال ساك. By the formation of dentin, the source of dental papilla is cut off. Is cut off, and the following changes occur in the tooth germ during the late bill stage. وبيحصل بقى إيه التغيرات اللي هي في الدنتال لاميلا والدنتال أورجان. التغيرات اللي جاية دي بقى هتحصل فين؟ في التوث جيرم during the late bill stage. تعال نشوف إيه التغيرات اللي بتحصل في الليت بيل ستيج. احنا كل مره بنقول احنا محتاجين نعرف ايه، محتاجين نعرف في مثلا في الكاب ستيج، الايرلي بيل ستيج، الليت بيل ستيج، محتاجين نعرف ايه التغيرات اللي بتحصل في كل عضيه من عضيات التوث جير. فتلاقي مثلا عايزين نعرف التغيرات اللي بتحصل في الدنتال لامينا، الانامل اورجان، الانامل اورجان ده اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن اوتر انامل ابيثيليوم، انر انامل ابيثيليوم، ستيليت ريتيكولم، ستراتم انترميديوم، وهكذا. بعد كده ندخل في الدنتال بابيلا، بعد كده ندخل في الدنتال ساك، وهكذا، ونشوف ايه التغيرات اللي بتحصل في كل حاجه. تعال نشوف اول حاجه الدنتال لاميلا، سوري الدنتال لامينا. الدنتال لامينا هنقول ان الدنتال لامينا ما بيحصلش فيها تغيرات كتير غير تغير مهم واحد بس. ايه هو التغير المهم الوحيد ده بس؟ ايه هو؟ هو ان بيحصل ديسنتجريشن يعني تاكل. بتبدا اللاترال دنتال لامينا، مش احنا قلنا المره اللي فاتت ان المين دنتال لامينا تبدا تنقسم ل سكسيشنال دنتال لامينا واللاترال دنتال لامينا. اللاترال دنتال لامينا دي بيبدا يحصل لها تاكل وتختفي، ويبقى في المين دنتال لامينا طالع منها سكسيشنال دنتال لامينا، ويبقى هنا الانامل اورجان او الدنتال اورجان بيبقى سايب من غير، يعني موجود في المنطقه بتاعه الاكتوميزينكايم عايم فيها من غير دنتال لامينا ماسكاه.
وبيبدأ بقى يحصل ريستس، يعني بيبقى منها شوية ريستس، يعني بيبقى منها شوية بقايا من الدنتال لامينا بيفضلوا موجودين، اسمهم ايه؟ epithelial rest of serous or serous pearls. epithelial pearls، pearls يعني لآلئ، فكأنه بيبقى تحت الميكروسكوب شبه لآلئ كده، فبيقول لك epithelial pearls او serous pearls او epithelial rest of serous. اوكي، بعد كده ندخل في الانامل اورجان. هتلاقي ان الانامل اورجان ده احنا عايزين نعرف اللي جواه، الاوتر انامل ابيثيليوم، الانر انامل ابيثيليوم، ستراتم انترميديوم، ويست ليت ريتيكولم وهكذا. تعال نشوف اول حاجه الاوتر انامل ابيثيليوم. الاوتر انامل ابيثيليوم زي ما انا مكاتب كده، هتلاقيني كاتب ايه؟ الاوتر انامل ابيثيليوم بيحصل فيها فولدنج. الاوتر انامل ابيثيليوم بيحصل لها فولدنج. فولدنج يعني انحناءات والتواءات، فولدنج يعني انحناءات والتواءات كده في الاوتر انامل ابيثيليوم، فبيزيد الكونتاكت مع الدنتال ساك. الاوتر انامل ابيثيليوم اللي هو اللي موجود بره كده في الدنتال اورجان حواليه كبسول من الدنتال ساك، بيقول لك بقى ايه الفولدنج اللي بيحصل ده في الـ اسمه ايه، في الاوتر انامل ابيثيليوم ده بيزود الكونتاكت اريا، بيزود الكونتاكت اريا ما بينه وما بين مين، ما بينه وما بين الدنتال ساك. وبالتالي لما الدنتال ساك دي سبحان الله ومن حكمة ربنا الحتة دي ان بيحصل فولدنج وبيزيد الكونتاكت اريا مع الدنتال ساك في المرحلة بتاعت الليت بيل ستيج، عشان الدنتال ساك هي المصدر الغذائي الوحيد للدنتال اورجان في مرحلة الليت بيل ستيج. نتيجة ايه؟ نتيجة تكوين الدنتين اللي سدت مصدر، اللي قفلت المصدر بتاع الدنتال بابيلا. فهنا بقى بيقول ربنا جعل الاوتر انامل ابيثيليوم يحصل فيه فولدنج عشان يزود الكونتاكت ايريا، عشان يزود المساحه او يزود مساحه الاتصال ما بين الاوتر انامل ابيثيليوم والدنتال ساك، فبالتالي يحصل تبادل في الغذاء، يعني الغذاء من يدخل من الدنتال ساك من البلاد فيسلز او البلاد كابيلاريز اللي موجوده في الدنتال ساك، يدخل منها الغذاء من الاوتر انامل ابيثيليوم بمساحه اكبر، عشان في كونتاكت اريا اكبر، في مساحه اتصال ما بينهم كبيره، وبالتالي يزيد اللي هي مصدر النيوتريشن، وبالتالي يزيد النيوتريشن عن طريق الاوتر انامل ابيثيليوم الدنتال ساك. تمام، ده الاوتر انامل ابيثيليوم. بعد كده بيقول لك ان في المرحله دي زي ما قلنا، فاكرين الحته اللي احنا قلنا بيحصل فيه تغيرات في تركيب الجسم عشان يلائم الوظيفه الجديده بتاعته، فاكرين الجزئية دي؟ وقلنا ان الذكر بيحصل له كذا والانثى بيحصل لها كذا، احنا كبشر برضو في الانام الاورجان والدنتال بابيلا والحاجات دي بيحصل لها برضو تغيرات في تركيبها عشان تلائم وظيفتها الجديدة وهكذا. هنا برضو في المرحلة دي الاوتر انامل ابيثيليوم والحاجات دي بيحصل لها برضو تغير في تركيبها، ان الاوتر انامل ابيثيليوم بيبقى فلاتند، بيرفع جدا، بيبقى فلات عشان يسمح يبقى فيه مسافه قصيره ما بين دخول النيوتريشن. انما لو سمكه كبير كده النيوتريشن يدخل من بره لجوه ازاي؟ طالما سمكه كبير كده، شايفين السمك كبير كده، فانا هدخل الاكل ده كل المسافه دي. انما لو عملنا كده وخلينا الاوتر انامل ابيثيليوم فلاتند كده وحطينا فيه مايكروفيلاي من ناحيه بره كده، المايكروفيلاي دي بتعمل ايه؟ بتزود الكونتاكت اريا، بتزود مساحه السطح بتاع الاوتر انامل ابيثيليوم، فبالتالي تزود المساحه القائمه على وظيفه الاوتر انامل ابيثيليوم وهو امتصاص الغذاء من بره لجوه، فاهمين قصدي ايه؟ ويحصل بقى سيتوبلازميك فيزيكلز increased number of mitochondria and this denotes، وده بي denotes يعني بيعطي دلالة على ان الخلايا دي active in transporting the materials from outside to the inside of the avascular enamel organ. وده دليل على ان اللي هو بقى ايه التغيرات التركيبيه دي، ان هو بتبقى flattened ومايكروفيلاي وسيتوبلازميك فيزيكلز وانكريز ذا نمبر اوف مايتوكوندريا، دول دلائل على ان الخلايا دي اصبحت كفاءه في نقل الماتيريالز اللي هي المواد من بره لجوه، من بره الفاسكولار دنتال ساك تو انسايد جوه الافاسكولار
انامل اورجن. فاهمين قصدي ايه؟ تمام. بعد كده الانر انامل، يبقى احنا كده قلنا ايه الاوتر انامل ابيثيليوم بيحصل له كذا وكذا، بيبقى بيحصل له فولدنج ويزيد الكونتاكت اريا مع الدنتال ساك، وبالتالي يزيد النيوتريشن اللي جاي عن طريق الدنتال ساك، بيحصل تغيرات تركيبيه في الدنتال في الاوتر انامل ابيثيليوم عن طريق ان هي بتبقى فلاتند وبيبقى فيها مايكروفيلاي وسيتوبلازميك فيزيكلز وانكريز نمبر اوف ميتوكوندريا، وده دليل على ان الخلايا بتاعه الاوتر انامل ابيثيليوم اصبحت كفاءه واكتف ان ترانسبورتنج الماتيريالز فروم اوتسايد from the dental the vascular sorry the vascular dental sac to inside the inside يعني of the avascular of the avascular enamel organ وهكذا. تمام. تعالى ندخل بقى في ال inner dental epithelium او ال inner enamel epithelium. فوكس مظبوط. تمام. ال inner enamel epithelium او ال inner dental epithelium زي ما قلنا في المحاضرات اللي فاتت ان بيحصل بقى ايه تغيرات، ان كل ما ينكمش الاوتر انامل ابيثيليوم ويبقى ارفع ارفع ارفع، عندك الانر انامل ابيثيليوم بتبدا تبقى اسمك ويعني سمكها عالي يعني شويه بتبقى اسمك المهم بيبقى سميكه شويه، وبيقول لك بقى ايه اندر ذا انفلوينس تحت تاثير او ايه كلمة انفلونس دي انا شفتها قبل كده، شفتها فين يا محمد؟ شفتها فين يا دكتورنا العزيز؟ عليك انت يعني اللي بتشوفني دلوقتي افتكر كده معايا كلمة انفلونس دي شفناها في اول الشابتر مع ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شفناها مع ايه يا ربي؟ بسم الله شفناها مع يلا مع الاندكشن. كلمة اندكشن اللي شفناها في اول الشابتر، كلمة الاندكشن اللي عملتها مين؟ اللي عملتها مين الفاعل؟ النيورال كريست سيلز. مين اللي وقع عليه الفعل؟ سوري مين الفاعل؟ الانر انامل ابيثيليوم. مين اللي وقع عليه الفعل؟ النيورال كريست سيلز او الاودونتوبلاستس، فحصل لها اندكشن وتحولت لاودونتوبلاستس وهكذا. ال ثانية نشوفها برضو ايه؟ الحتة بتاعت الاندكشن under the influence of ectomesenchymal cells in neural crest cells البيزل cells proliferate وبتعمل كذا وبتعمل كذا. كلمة influence هنا بتاعت الانفلونس بتاع neural crest cells سوري الانفلونس بتاع neural crest cells على البيزل سيلز بتاعت الدنتال لامينا، فعملت ايه؟ فحصل ديفرنشال جروث ديفرنشال بروليفريشن في الخلايا اللي موجوده عشان يكون لنا دنتال لامينا، يكون لنا ابيثيليال باند. فاكرين برايمري ابيثيليال باند؟ برايمري ابيثيليال باند اللي بيكون فيستيبولار لامينا تو لاميني، فيستيبولار لامينا ودنتال لاميني، وعرفنا وظيفه كل واحده فيهم، وعرفنا طبعا الاندكشن بتاعه اللي احنا قلناها دي كلمه اندكشن، مين الفعل ومين اللي وقع عليه الفعل وايه النتيجه اللي حصلت. الاندكشن بتاع الانر انابل ابيثيليوم على البريفيرال سيلز اوف دنتال بابيلا، والنتيجه ان البريفيرال سيلز اوف دنتال بابيلا اتحولت لمين؟ اتحولت لاودونتوبلاستس. بعد كده تعال نشوف بقى كلمه اندكشن هنا، كلمه انفلوينس هنا. كلمه انفلوينس هنا بيقول لك ايه؟ سوري انفلوينس هنا بيقول لك فيرست فورمد لاير اوف دنتين مع تكوين الفيرست لاير اوف دنتين اللي بيحصل بتعمل انفلوينس على الانر انامل ابيثيليوم واللي هي البري اميلو بلاستس عشان تدفرنشيت انتو اميلو بلاستس. قال لك انت مش قلت لنا وضحت لنا، انا وضحت لكم الحته دي قبل كده، ان في حاجه اسمها كلمه بلاست يعني مكونه واميلو يعني انامل، فكده اميلو بلاست يعني الخلايا المكونه للانامل. طب وبري اميلو بلاست الخلايا المكونه للانامل بس قبل ما تبقى المكونه للانامل. فاهمين قصدي ايه؟ في المرحله ما قبل تكوين الانامل. فبيقول لك بقى الفيرست لاير اوف دنتين بتحفز الانر انامل ابيثيليوم بري اميلو بلاستس عشان تدفرنشيت انتو اميلو بلاستس which begins الانامل ماتريكس فورميشن، بتبدا ترسب الانامل ماتريكس. الماتريكس ده يعني بروتينز، ماتريكس يعني بروتينز. انامل ماتريكس فورميشن ذا بيزل لامينا از ديجريدد، البيزل لامينا طبعا ما بتبقاش موجوده
اللي احنا قلنا حصل لها ديسنتجريشن الفتره من المحاضره اللي فاتت ولا اللي قبلها، قلنا ان حصل ديسنتجريشن او ديجريديشن للبيز اللامنا او البيزمنت ممبرين، اند ذيس بروسيس از كولد ريسيبروكال اندكشن. كلمه اندكشن تاني يا باشا، هات الورقه اللي انت كنت كاتب فيها اندكشن المره الاولى وسجل فيها اندكشن الثانيه. هنا مش اسمها مش اندكشن، اسمها ريسيبروكال اندكشن، الاندكشن العكسي. الاندكشن العكسي، المره الاولى كانت البري الانر انامل ابيثيليوم هي اللي عملت اندكشن للاودونتوبلاستس، هنا بقى الاودونتوبلاستس الدنتين بتاع الاودونتوبلاستس عمل اندكشن للبري اميلوبلاست للانر انامل ابيثيليوم عشان يتحول من بري اميلوبلاستس لاميلوبلاستس، فسميناه بدل اندكشن لا سميناه ريسيبروكال اندكشن. تمام، وبيقول لك الاميلوبلاستس قلنا الرقم ده قلنا ناخد بالنا منه 40 مايكرون ان لينث، طوله 40 مايكرون والدايمتر بتاعه من 4، يا ريت الصوره تكون واضحه، من 4 ل 5 مايكرون ان دايمتر، وال 40 مايكرون حوالي في اللينث. And they are attached to each other. كلمة فكر وانا بعمل الصوت ده فكرني بالفيديو بتاع ابقى احط لكم، احاول ادور عليه واحط الفيديو ده بيضحكني جدا. المهم خلينا نكمل الصوت بتاع الراجل اللي بيقول يجعر كده. فخلينا نكمل، بيقول لك ايه الحته الجزئيه بتاعت الجزئيه بتاعت الاتصال ما بين الدنتال اورجان، ما بين خلايا الدنتال اورجان، قلنا الاستيليت ريتيكولم بتتصل مع بعض بديزموزومز، وبتتصل مع الاوتر انامل ابيثيليوم بديزموزومز، وبتتصل مع كل الاستيليت ريتيكولم، وبتتصل مع الانر انامل ابيثيليوم باي ديزموزومز، وبتتصل مع بعضها بديزموزومز، وبتتصل مع الاستراتم انترميديوم بديزموزومز، وهكذا وهكذا وهكذا. بيقول لك بقى هنا الانر انامل ابيثيليوم الاميلوبلاستس يا عيني الاميلوبلاستس بتتصل مع بعض مش بديزموزومز بس، او لا مش اسمها ديزموزومز، هنا بقى اسمها جانكشنال كومبلكسز. جانكشنال جاي من اسمها جانكشن، وكومبلكسز يعني معقده، يعني تركيبه شويه. هي في شابتر الانامل هنعرف الجانكشنال كومبلكسز دي، ونعرف وظيفتها ايه وبتعمل ايه والكلام ده، ونفهم وظيفتها ايه بعدين. بعد كده يا دكتوري العزيز، يا دكتورنا ويا دكاترتنا العزاز، بعد كده ندخل في الاستيليت ريتيكولم. بيقول لك ايه بقى استيليت ريتيكولم دي؟ بيحصل فيها شرينكج في مرحله الليت بالستيج، بيحصل فيها شرينكج عن طريق ان الانترسيلولر فلويد اللي احنا قلناه كان بيزيد في المراحل اللي فاتت شويه، كان بيزيد الانترسيلولر فلويد، هنا بقى هيقل الانترسيلولر فلويد، loss of intercellular fluid، وبالتالي حصل شرينكج للستيليت ريتيكولم، and its cells cannot be easily distinguished from the stratum intermedium. ومش هنعرف في مرحله الايرلي، مرحله الليت بالستيج، مش هنقدر نفرق جامد، او مش هنقدر نفرق في الاغلب، مش هنقدر نفرق ما بين الاستراتم انترميديوم والخلايا بتاعه الاستراتم انترميديوم والخلايا بتاعه الاستيليت ريتيكولم، لانهم بيبقى في شرينكج عالي وفي تقارب جدا ما بين الخلايا، وبيبقوا تقريبا نفس الشكل ونفس المورفولوجي من بره، نفس المورفولوجي بتاع الخلايا. And the shrinkage begins at the tip of the cusp or incisal ridge and progress cervically ولكن الشرينكج بيبدا عند الكاسب تيب او الانسايزر ريدج، وبيبدا ينزل الشرينكج ده، بيبدا يعني مثلا وليكن دي السنه، ده الكاسب، ده الانسايزر ريدج مثلا، اعذروني في رسمه يا شباب، فده مثلا الانسايزر ريدج رسمي يا جماعه معاق فسامحوني. المهم ده الانسايزر ريدج بيبدا يحصل ايه، الفيديو طبعا خلص، فخلينا نرجع حبتين ورا. بيقول لك بقى ايه بيحصل شرينكج من عند الكاسب تيب، بيبدا يحصل شرينكج من عند الكاسب تيب او الانسايزر ريدج. فخلينا نشوف هنا مثلا، نقول ان دي المنطقه دي هي منطقه الانسايزر ريدج او الكاسب تيب،
فبيبدا من فوق من عند القمه كده بتاعت الانسايزر ريدج او الكاسبتيب، ويبدا يحصل ايه؟ يحصل شرينكج، يحصل شرينكج في الاستراتم في الاستيليت ريتيكولم، وبعد كده يبدا يبروجريس progress cervically. بعد كده يبدا يحصل شرينكج في المنطقه دي، شرينكج في المنطقه دي، وهكذا. شرينكج في مين؟ في الاستيليت ريتيكولم. تمام. الاستراتم انترميديم بقى بيقول لك ايه؟ الاستراتم انترميديم هيبقى محتاجين جدا في المرحله بتاعه الليت بيل ستيج ان يكون عندنا حاجه بترسب المعادن. ليه؟ عشان مرحله الليت بيل ستيج هي مرحله تكوين الهارد تيشو، مرحله الهارد تيشو فورميشن، فمحتاجين حاجه ترسب وتساعد في ترسيب المعادن. مين هي الحاجه دي بقى؟ الحاجه دي هي الكلاين فوسفاتيز انزيم اللي بتفرزه. مين اللي بتفرزه؟ الاستراتم انترميديم. فبيبقى فيه strong reaction for alkaline phosphatase enzyme which is necessary for enamel mineralization and the presence of glycogen and mucopolysaccharide indicate بيدي مؤشر ل high metabolic activity ان الخلايا دي شغالة بشكل عالي في metabolic activity، بتحرق الخلايا دي، بتحرق كتير عشان تعمل وظيفتها، بتحرق زي ما بتقول ايه، انت عمال تحرق كتير ليه؟ لما مثلا تيجي تزعق مع واحد بتاع انت بتحرق كتير ليه؟ يعني انت يعني عمال تتكلم كتير وتعيد وتزيد وتعمل ميتابوليك اكتيفيتي كتير ليه؟ في الوقت ده بقى ما تقولوش ايه انت قصدك ان انا بعمل ميتابوليك اكتيفيتي، لا عشان دي خناقه. انما هنا تقول له طبعا انت قصدك هاي ميتابوليك اكتيفيتي. تمام. تعالى بقى، احنا الحمد لله يا كرمك يا رب، يا كرمك يا رب، احنا كده الحمد لله خلصنا الليت بيل ستيج. بس في حته بقى بيقول لك هنجمع تجميعه بقى، تجميعه لايه؟ تجميعه للوظائف بتاعه العضيات، وظيفه مثلا وظيفه الاوتر انامل ابيثيليوم، وظيفه الاستيليت ريتيكولم، وظيفه الانر انامل ابيثيليوم، وظيفه مش عارف ايه وظيفه. تعالى نبدا بقى الفانكشنز اوف انامل اورجان ار اس فولو، عندك الاوتر انامل ابيثيليوم وظيفته ايه؟ ترانسبورتنج الماتيريالز سبيشالي افتر الهارد تيشو فورميشن. بس يا باشا الوظيفه بتاعت الاوتر انامل ابيثيليوم ايه؟ ان هو بيترانسبورت الماتيريالز، بينقل المواد الغذائيه من جوه من بره الفاسكولار لجوه الافاسكولار سبيشالي افتر الهارد تيشو فورميشن. بعد كده الاستيليت ريتيكولم دي بتشتغل كوساده، الوساده الخاليه او مسند. معلش يا جماعه. الوساده دي مثلا بتمتص ممتص صدمات يا عم. الاستيليت ريتيكولم بتشتغل كممتص صدمات due to its contents protecting the shape of the developing amylodentinal junction against any external force which may distort it leading to morphological changes. بيقول لك في مرحله الاستيليت ريتيكولم بيبدا يحصل بيبقى فيها سوري مرحله الاستيليت ريتيكولم ايه؟ انا هنكت تقريبا، خد لي يا جماعه اشربوا شاي بالنعناع، انا تقريبا هنكت فهاخد لي واحد بق شاي بالنعناع كده. اصبروا معايا كده وخليكم عندكم صبر كده. انا مش عارف الجيل الجديد ده بقى ما عندوش صبر ليه؟ وبقى مستعجل وبقت حالته حاله. انا بهزر يا جماعه، انا من الجيل ده برضو بقيت مستعجل وحالتي حاله. بس يعني وجبت بقى ان انا اخد بق شاي كده واريح صوتي شويه، انا تعبت بصراحه. وعايزكم تشاركوني اللحظه دي، يعني عادي في المونتاج ممكن اشيل الجزئيه دي، بس انا حبيبكم تسمعوها وتريحوا كده معايا وسط الفيديو ما بيتشرح. خلينا نكمل. بيقول لك بقى ان الفانكشنز بتاعه الستيليت ريتيكولم بتشتغل كممتص صدمات، ممتص صدمات يعني ستيليت ريتيكولم لو حصل اي اكسترنال فورس، قوه خارجيه جايه من بره الدنتال اورجان او جايه من بره البيبي، جايه من بره اي منطقه على اكسترنال فورس على المنطقه دي، فممكن يحصل ديستورشن للانامل اورجان او ديستورشن للدنتال سوري ديستورشن للانر انامل ابيثيليوم للدنتال بابيلا اللي مش عارف ايه الكلام ده. بيقول لك بقى وظيفه الستيليت ريتيكولم ان هو يشتغل كممتص صدمات، يحافظ يحمي بروتكتنج الشيب، بيحافظ على الشكل بتاعت الديفلوبنج اميلودنتينال جانكشن
الاميلودنتينال جنكشن دي اللي هي الجنكشن الاتصال الوصله ما بين الانامل والدنتين against any external force which may distort it leading to morphological changes يغير شكل السنه provides a space بيوفر مساحه للديفلوبينج انامل الاستيليتري تيكلم اللي هنعرف في شابتر الانامل ان الانامل لما بيجي بيتكون من لفوق يعني الاميلوبلاستس بترسب وتطلع لفوق يعني بص مثلا ونقول ده السن الالم ده هو الجزء اللي بيطلع منه تكوين الانامل ده مثلا اميلوبلاست دي اميلوبلاست والاميلوبلاست دي بتطلع الانامل من هنا فهي بتطلع شويه انامل هنا هنا وبعد كده تطلع لفوق المفروض مين اللي فوقها سوري مين اللي فوق خلينا هنا عشان تبقى واضحه في الصوره المفروض هي تطلع ايه هتطلع انامل هنا فطلعت شويه انامل فهتطلع لفوق مين اللي فوقها مين اللي فوقها هنا مين الاستيليتري تيكلم فبيقول لك بقى ان الاستيليتري تيكلم المفروض ان هي بتوفر مساحه في المنطقه دي للانامل فورميشن فكل ما بترص الاميلو بلاست بترسب شويه انامل هنا بتطلع فوق سنه فده بيوسع لها طريق الاستيليتري تيكلم بيوسع لها طريق يوسع لها طريق ويبدا يترسب عشان الاميلوبلاستس بتطلع لفوق وهي بتكون الانامل فبي بروفايدز سبيس فور ديفلوبينج انامل بعد كده الصوره يا رب تكون واضحه ان شاء الله تكون واضحه بعد كده انا حاسس ان هي في احاول اطفي النور كده مش عارف حاسس ان كده بقى في الكونتراست عالي شويه في يعني الكونتراست عالي شويه خلينا نسيبها كده مثلا ولا ايه طب لو شغلنا كده تاني خلينا نشوف الفرق مع بعض كده وبقى بقولوا لي برده في الكومنتات انا ولا ايه مش لا في الكومنتات إيه؟ انا دول بسجلهم في الاجازه وهنزلهم ورا بعض فمش عارف لا خلينا كده في الضوء احسن وبعد كده انا عامل الكونتراست في المونتاج فيا شباب بنقول ايه بقى نكمل وظيفه الاستيليتري تيكلم بتشتغل كستور هاوس بتشتغل ستور هاوس يعني ايه ستور هاوس مخزن بتشتغل كمخزن مخزن للاغذيه فور ذا نيوتريتيف ماتيريالز فور ذا نيوتريتيف ماتيريالز سينس ات بيرميتس ليميتد فلو اوف نيوترينتس فروم ذا اوتر بلاد فيسلز تو فورماتيف سيلز يعني المهم بتشتغل ك ستور هاوس ستور هاوس يعني ايه هي ده بيت الستور يعني بيت ستور ستور يا جماعه زي مثلا ابل ستور مش عارف ايه كده المهم بعد كده الاستراتم استراتم انترميديوم خلينا احنا يعني اقول لك ملحوظه كده تفهم بيها كلمه استراتم ليه اتسمت استراتم انترميديوم يعني اسم غريب بصراحه اسم مش مفهوم كده استراتم كلمه استراتم باللاتيني يعني layer استراتم يعني layer استراتم يعني layer يعني طبقه من الخلايا مثلا فاستراتم انترميديوم وانترميديوم يعني الموجوده في المنتصف يعني اللي موجوده في الميديال يعني في المنتصف انترميديوم استراتم انترميديوم يعني اللاير اوف سيلز موجوده في المنتصف منتصف ايه المنتصف ما بين الاستيليتري تيكلم والانر انامل ابيثيليوم تمام بعد كده its function is not fully understood تمام بيقول لك الوظيفه بتاعتها الكم مش مفهومه كليا يعني وظيفتها مش واضحه قوي يعني بيقول لك بقى بتكنترول الفلويد ديفيوجن ان اند اوت الاميلوبلاستس خروج ودخول الفلويد من والى الاميلوبلاستس الستراتم انترميديوم هو اللي بيتحكم فيها بروفايدز الكالين فوسفاتيز انزيم مهم جدا من الستراتم انترميديوم في الالكالين فوسفاتيز انزيم which is necessary for enamel mineralization and this layer together with the amyloblasts form a single functional unit بيكونوا الاثنين بيكونوا مع بعض single functional unit زي ما قلنا في الفيديوهات في المحاضرات اللي فاتت ان الاثنين مع بعض بيكونوا single functional unit مين هم دول اللي هو استراتم انترميديوم والاميلوبلاستس بيكونوا الفانكشنال يونت فور انامل فورميشن هم الفانكشنال يونت بتاعه الانامل فورميشن مين هم الستراتم انترميديوم والاميلوبلاستس
او اللي هي كان اسمها ايه، كان اسمها الانر انامل ابيثيليوم، بس هنا اسمها الاميلوبلاستس. هنقولها بقى مين الصح، الاميلوبلاستس هي اللفظ الافضل، اميلوبلاستس وستراتم انترميديوم مع بعض هم الفانكشنال يونت للانامل فورميشن. and is not present in association with the inner enamel epithelium responsible for root formation. يعني ايه؟ بيقول لك كلمه الاستراتم انترميديوم دي هل بنلاقيها، هل بنلاقيها في الانر، بنلاقيها فوق الانر انامل ابيثيليوم كله، كل الانر انامل ابيثيليوم موجود فوقه. يعني مثلا وليكن دي الكونكافيتي، الكونكافيتي ودي الانر انامل ابيثيليوم، دي اللايرز، اللاير بتاعه الانر انامل ابيثيليوم سيلز بقى اللي هي الاميلوبلاستس وكده. المفروض بقى في طبقه من خلايا، وهنا مثلا دي باقي الكونكافيتي ودي باقي الكونكافيتي مثلا، وده برضو ايه اميلوبلاستس 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 وهكذا. فبيقول لك والحته دي هي الكاسبتيب اللي هي مثلا في المنطقه دي. فبيقول لك الاستراتم انترميديوم موجوده بس في في المناطق دي كده، تلاقي ايه لاير فلاتند كده موجوده في الحته دي، لكن مش موجوده في الجزء اللي رايح ناحيه الروت. فاهمين قصدي ايه؟ يبقى it is not present in association with the inner enamel epithelium responsible for root formation. الستراتم انترميديوم الستراتم انترميديوم مش موجوده فوق الانر انامل ابيثيليوم اللي مسؤول عن الروت فورميشن او اللي موجود ناحيه الروت فورميشن وهكذا. تعال نشوف بقى الانر انامل ابيثيليوم. الانر انامل ابيثيليوم وظيفته يعني هو ده الوحش بتاع الفانكشنز. بيقول لك اولا الانر انامل ابيثيليوم هو اللي بدا، هو اللي عمل الاندكشن، هو عمل كلمه اندكشن يعني ايه، عمل انديوسز اندكشن اندكشن لليو ام سيز اوف ذا دنتال بابيلا، البريفرال يو ام سيز اوف دنتال بابيلا تو ديفرنشيت انتو اودونتوبلاستس، وبيشيرز النيوتريشن ترانسبورت فروم الدنتال بابيلا بيفور الدنتين فورميشن، وبيساعد في نقل الغذاء من الدنتال بابيلا ليه فين للانامل اورجان قبل الدنتين فورميشن، قبل ما تبدا مرحله الليت بل ستيج ويبدا الدنتين فورميشن يتكون. ارنجمنت باترن اللي هي طريقه الترتيب بتاعها بيديترماينز، بيحدد الفيوتشر مورفولوجي، الشكل المستقبلي بتاع الدنتو انامل جنكشن and hence the shape of the crown، وبالتالي الشكل بتاع الكراون. يبقى الارنجمنت بتاع طريقه الباترن بتاع الارنجمنت باترن بتاع الانر انامل ابيثيليوم هو اللي بيحدد لي الفيوتشر مورفولوجي اوف ذا دنتو انامل جنكشن والفيوتشر مورفولوجي اوف ذا كراون، الشيب اوف ذا كراون. اوكي، and after its differentiation after its differentiation، انا بحاول اقرب اللمبه شويه اهي كبيره والله، شايفين قد ايه 40 واط، يلا محدش واخد مع حاجه. المهم كنت بقول ايه، وصلنا لحد الافتر ديفرنشيشن الارنجمنت باترن، قلناها افتر اتس ديفرنشيشن انتو اميلوبلاستس، بعد ما الانر انامل ابيثيليوم ده يتحول لاميلوبلاستس ذس لير ليز داون الانامل ماتريكس. بيقول لك برضه الانر انامل ابيثيليوم ده لما بيتحول لاميلوبلاستس هو اللي بيكون الانامل، هو اللي بيكون الانامل وبيهلبس ان اتس مينراليزيشن. مين المسؤول عن المينراليزيشن اوف ذا انامل؟ ما تقوليش الانر انامل ابيثيليوم ولا تقولي الاميلوبلاستس، لا، اللي مسؤول عن المينراليزيشن اوف انامل هو الاستراتم انترميديوم، الفوسفاتيز انزيم اوف استراتم انترميديوم. انما مين اللي بيشيرز ان او بيهلبس ان مينراليزيشن اوف انامل؟ هتقول لي طالما شير او بيهلبس فقط يبقى ده الانر انامل ابيثيليوم او الاميلوبلاستس او الانر انامل ابيثيليوم بعد ما يتحول لاميلوبلاستس، تمام؟ وبيشيرز ان روت فورميشن، بيشارك في تكوين الروت، مش هو اللي بيكون الروت، لا، ده بيشيرز ان روت فورميشن وذ اوتر انامل ابيثيليوم، مع الاوتر انامل ابيثيليوم الاثنين مع بعض بيشاركوا في تكوين الروت، بيشاركوا في تكوين الروت. وير تمام. بعد كده it secretes primary enamel cuticle covering completely covering the completely formed enamel. يعني ايه primary enamel cuticle؟ هتفهم في شابتر
شابتر ايه يا محمد؟ في تقريبا شابتر الاربشن، في شابتر في اخر المنهج كده اسمه شابتر الاربشن، هتفهم يعني ايه برايمري انامل كيوتيكل وسكندري انامل كيوتيكل واتاتشمنت ايبيثيليوم وايبيثيليال اتاتشمنت، شويه مصطلحات كده تفهمهم في الشابتر ده، فما تشغلش بالك بكلمه برايمري انامل كيوتيكل. اعرف بس ان الانر انامل ايبيثيليوم هو المسؤول عن الانر انامل ايبيثيليوم هو اللي مسؤول عن البرايمري انامل كيوتيكل. مين المسؤول عن البرايمري انامل كيوتيكل؟ الانر انامل ايبيثيليوم. وهتفهم يعني ايه برايمري انامل كيوتيكل قدام، ما تشغلش بالك، الموضوع هيطول حبتين، فعشان كده عاملين له شابتر لوحده اساسا لفكره الايربشن كلها. بعد كده شيرز ان ذا فورميشن اوف ريديوسد انامل ايبيثيليوم، بيشارك في تكوين الريديوسد انامل ايبيثيليوم. طبعا في حاجه اسمها ريديوسد انامل ايبيثيليوم، والريديوسد انامل ايبيثيليوم ده عباره عن ايه؟ عباره عن الدنتال اورجان كله بعد ما وصل لمرحلة الليت بلستيج وتكون الدنتين وتكون الانامل وتكون بعض السمنتا متكون مش عارف ايه، فبدأ الدنتال اورجان اللي كان فيه ستيليت ريتيكولم وستراتم انتر ميديم واوتر انامل ايبيثيليوم وانر انامل ايبيثيليوم ومش عارف ايه وايه وايه، كل ده بيتضغط وبينكمش ويحصل له شرينكج 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 لحد ما يبقى رفيع جدا. فاول ما يبقى كده ريديوس يبقى اسمه ايه؟ اول ما يبقى رفيع وحصل له شرينكج قوي جدا كده يبقى اسمه ريديوسد انامل ايبيثيليوم. ريديوسد ما اسموش بقى في الحاله دي ما اسموش دنتال اورجان ولا انامل اورجان، لا بقى اسمه ريديوسد انامل ايبيثيليوم which covers الكراون تيل اتس ايربشن. هو ده بقى اللي بيغطي الكراون بقى، خلاص بقى الانامل اتكون، الدنتين اتكون، السنه كلها اتكونت، فهو اللي بيبقى مغطي الكراون بتاع السنه لحد الايربشن بتاعه. ولما يبدا تبدا السنه بقى تعمل ايربشن اللي بيحصل بيبدا الريديوسد انامل ايبيثيليوم ده يتاكل عشان السنه تطلع وتطلع في الاورال كافيتي. تمام تمام الحمد لله كده احنا عرفنا الفانكشنز اوف الفانكشنز اوف ذا دنتال اورجان او انامل اورجان. بعد كده فانكشنز اوف دنتال لامينا، الفانكشنز اوف دنتال لامينا، الدنتال لامينا بتنيشيتس الانتاير ديسيدوس دنتيشن، هي الدنتال لامينا طبعا هي اللي بتعمل الدنتال لامينا هي اللي بتعمل كل الديسيدوس دنتيشن. ديورنج الكاب ستيج بيبقى فيه برود كونكشن مع مع الدنتال لامينا ما بتوين، يعني ديورنج الكاب ستيج بيبقى فيه برود كونكشن بتوين الدنتال لامينا والدنتال اورجان. وديورنج الايرلي بيل ستيج البرود كونكشن ده بيتحول من برود كونكشن الى نارو ولونج كونكشن. ده موضع سؤال مهم جدا، موضع سؤال ايه هو السؤال يا دكتور؟ موضع السؤال ده هو ان مين اللي برود كونكشن، مين اللي برود كونكشن، يعني مين اللي بيبقى عامل برود كونكشن، او في اي مرحله بيكون في برود كونكشن بتوين الدنتال اورجان والدنتال لامينا؟ في مرحله برود كونكشن يبقى في مرحله الكاب ستيج. طيب مين اللي بيبقى نارو في اي مرحله نارو ولونج كونكشن او نارو كونكشن في مرحله ايه؟ في مرحله الايرلي بيل ستيج، في مرحله الايرلي بيل ستيج. بعد كده اللاترال دنتال لامينا، اللاترال دنتال لامينا، اللاترال دنتال فورمينج ذا لاترال دنتال لامينا، وبيتكون بقى من في مرحله الايرلي بيل ستيج ليه بيتحول بتبقى نارو لونج؟ عشان اللامينا اتحولت من لامينا لوحدها بتعمل ديسيدوس لا للامينا مين لامينا طالع منها سكسيشنال دنتال لامينا، والحته بقى بتاعت الانامل اورجان والحته اللي واصله بين الانامل اورجان دي بقت اكثر رفعا، بقت نارو شويه وبقت لونج. تمام فورمينج ذا لاترال دنتال لامينا وايل ذا دنتال لامينا بروبر اللي هي المين دنتال لامينا هي نون از المين دنتال لامينا وذ اتس فري اند لينجوالي. مين هو الفري اند لينجوالي ده؟ اللي هو السكسيشنال دنتال لامينا. اند ان ذا ليت بل ستيج ديجنريشن اوف ذا لاترال دنتال لامينا، بيحصل ديجنريشن في الليت بل ستيج. امتى بيحصل ديجنريشن للدنتال لامينا؟ هل في الايرلي بيل ستيج ولا ليت بيل ستيج؟ لا في الليت بيل ستيج. ان ليت ان ذا ليت بيل ستيج ديجنريشن اوف ذا لاترال دنتال لامينا occurs due to its invasion by mesenchymal tissue. الميزنكايمال تيشو بيبدا يعمل انفيجن للخلايا ويقطع اللاترال دنتال لامينا ده. and its remains are called epithelial rest of serous. epithelial rests of serous okay. and about the fifth month intrauterine life
بيقول لك ايه بقى الفري اند اوف ذا مين دنتال لامينا بروليفريتس ديب ان ذا كونكتيف تيشو تو جيف السكسيشن ان دنتال لامينا. بيقول لك في الشهر الخامس ده بقى الفري اند اللي كان طالع من المين دنتال لامينا بيعمل السكسيشن دنتال لامينا ويغوص في الكونكتيف تيشو ويعمل انيشيتس ويتش انيشيتس البيرمننت سكسيسز لينجوال تو ذير ديسيدوس بريديسيسز عشان يعمل البيرمننت سكسيسز اللي بتكون طالعه مو بتكون طالعه في ناحيه اللينجوال لديسيدوس بريديسيسز للديسيدوس اللي موجوده قبلهم ان ذا سيم بوني كريبت. يبقى بيطلع في السيم بوني كريبت البيرمننت سكسيسز بتطلع في السيم بوني كريبت بتاع الديسيدوس بريديسيسز. اوكي ان ذا انامل اورجان بعد كده ذا انامل اورجان اوف ذا بيرمننت سنترال انسايزور. بيقول لك ايه الانامل اورجان بتاع البيرمننت سنترال انسايزور ابيرز ات اباوت الفيفث مانث انتراترين لايف وايل ذات اوف ذا سكند بري مولر ابيرز ات اباوت ال 10th مانث اوف ايج بعد الولاده. طبعا الشهر العاشر بعد الولاده. يبقى بيقول لك البيرمننت سنترال انسايزور بيطلع له انامل اورجان امتى؟ بيرمننت مش ديسيدوس. بيرمننت سنترال انسايزور بيطلع في الشهر الخامس انترايتراين لايف. طب والبيرمننت سكندري سوري البيرمننت سكند بري مولر بيطلع له دنتال اورجان امتى او انامل اورجان امتى؟ في الشهر العاشر بعد الولاده. طب وبتاع بتاع المولرز بقى انت كده بتقول لي بتاع الديسيدوس بس او السكسيسورز بس فين بقى المولرز اللي هي نون سكسيسورز يعني ما فيش قبلها ديسيدوس دول بيطلعوا ازاي؟ دول بيبقى فيه ايه عباره الانامل اورجان اوف ذا فيرست مولر بيظهر امتى؟ بيظهر في الشهر الرابع انترايتراين لايف والسكند مولر في السنه الاولى من الولاده والثيرد مولر في السنه الرابعه من الولاده بيبدا يطلع الانامل اورجان بتاعهم. وعرفنا طبعا الانامل اورجان ده طالع او الدنتال لامينا بتاعتهم طالعه منين؟ طالعه من بوستيرير اكستنشن اوف ذا دنتال لامينا ناحيه البريفري بتاع اللي ورا كده بوستيرير اند بتاع الماكسيلري لامينا والمانديبولار لامينا وهكذا اللي شفناها حتى في اول المحاضره النهارده في الفيديو الانيميشن بتاع اول محاضره شفنا عباره عن فكين كده فوق بعض بتاع المانديبل وبتاع ده اللامينا بتاعه المانديبل ودي اللامينا بتاعه كذا ونازل منها بقى ايه نازل منها اللامينا بتاعتها ودي نازل منها برضو طالع منها اللامينا بتاعتها وهكذا بتاعه المانديبل طالع منها اللامينا بتاعتها بتاعه المجزله نازل منها اللامينا بتاعتها فده بيبقى بقى طالع منها البيرمننت مولرز بيبقى طالعه من البوستيريور اكستنشن بتاعه اللامينا دي ايا كانت البوستيريور اكستنشن دي فين. ذس ذا اكتيفيتي بيقول لك بقى سادس حاجه الاكتيفيتي بتاعه الدنتال لامينا نشاط الدنتال لامينا بيمتد لخمس سنين على فكره الفورث مانث انترايتراين لايف الفيرست يير الفورث فور ييرز مش عارف 10th مانث مش عارف كام فيفث مانث انترايتراين لايف ده مش مهم مش بيتسال فيه تمام. اعرف بس افهم المعلومه افهمها وخليها في دماغك. بعد كده الاكتيفيتي بتاعت الدنتال لامينا بتستمر لمده خمس سنين its life span من second month intratrine life to the fourth year of age and disintegrates completely or remains as epithelial recessive serous. وطبعا لما بتبقى كepithelial recessive serous ده ساعات بيعمل نوع من انواع اللي بيبقى فيه هناخد احتمال ناخد clinical consideration فيها حاجه تبع الepithelial recessive epithelial recessive series epithelial recessive series دي بتعمل مرض او مرضين ثلاثه وهكذا مثلا ورم بتعمل كذا وهكذا. فنيجي الحمد لله خلصنا الفانكشنز وخلصنا الحاجات دي كلها. تعالى بقى للهيستوفيسيولوجيكال ستيجز اوف توث ديفلوبمنت. الهيستوفيسيولوجيكال ستيجز قلنا في مورفولوجيكال ستيجز في ايه؟ في مورفولوجيكال ستيجز زي ما في مورفولوجيكال ستيجز في حاجه اسمها هيستوفيسيولوجيكال هيستولوجي وفيسيولوجي اوف ذا توث ديفلوبمنت. الستيجز دي ار بيسد اون ذا تشينجز ان هيستوفيسيولوجيكال جروث في الجروث باترن بتاعتها في الهيستوفيسيولوجيكال جروث باترن
divided into initiation, proliferation, histodifferentiation ومورفو ديفرنشيشن وابوزيشن. على فكره من اسماء المراحل دي بتدل على الاحداث اللي بتحصل في المرحله. الانيشيشن البدايه، البدايه دي بتكون مع ايه؟ الانيشيشن دي بتكون ريبريزنتد ان ذا مين البدايه؟ الدنتال لامينا. الدنتال لامينا ستيج دي اول مرحله ومعاها الكاب ستيج، دول اللي بيريبريزنت الانيشيشن ستيج. ان ستارتس باي مايجريشن اوف ذا اكتوميزينكايمال سيلز تو ذا اورال كافيتي، وبتبدا بتبدأ بمهاجرة الإكتوميزينكايمال سيلز to the oral cavity. مرحلة البروليفريشن، بروليفريشن يعني نمو، يبقى all في كل مراحل المورفولوجيكال ستيجز بيحصل البروليفريشن. فإن all مورفولوجيكال ستيجز except the area where the hard dental tissue have been formed. لكن أول ما الهارد تيشو بيتكون إحنا كده مش هيحصل بروليفريشن، عشان إحنا حطينا الهارد تيشو، صلبنا. لو كانت بروتين نقدر نعمل نمو زيادة، نقدر نعمل بروليفريشن، لكن طالما حطينا الهارد تيشو فإحنا كده مش هنعمل بروليفريشن. بعد كده differential growth results in changes in the size and proportions of the developing tooth germ. اللي قلنا قبل كده differential growth ده يعني إيه، وإنه بينتج عنه إيه؟ تغير في الشكل، تغير في الحجم، تغير في المورفولوجي بتاع السنة. بعد كده الهيستو ديفرنشيشن، هيستو يعني هيستولوجي، ديفرنشيشن يعني ديفرنشيشن يعني زي مثلا تألف، بتتحول، تحور. هيستو ديفرنشيشن يعني التحور الهيستولوجي، تحور في الهيستولوجي يعني تغير في شكل الهيستولوجي. ده بيبقى موجود امتى؟ في الايرلي بيل ستيج والليت بيل ستيج، وير ذا ستراتم انترميديوم والاودونتوبلاستس والاميلوبلاستس ديفرنشيت. الا ده فعلا حصل ديفرنشيشن اهو، الاستراتم انترميديوم اتعملت، الاودونتوبلاستس حصل لها ديفرنشيشن في الايرلي بيل ستيج، الاميلوبلاستس حصل لها ديفرنشيشن في الليت بيل ستيج، والاستراتم انترميديوم في الايرلي بيل ستيج برضه، وهكذا. فده اسمه هيستو ديفرنشيشن. هيستو ديفرنشيشن ريبريزنتد باي ايه؟ باي ايرلي بيل ستيج وليت بيل ستيج. يا ريت الفوكس يكون مظبوط، نتمنى من الله ذلك. بعد كده المورفو ديفرنشيشن، من اسمها مورفو وديفرنشيشن، مورفو يعني مورفولوجي وديفرنشيشن يعني تحور، تحور في المورفولوجي، تحور في الشكل، تحور في الشيب. فبيحصل امتى؟ امتى بيحصل تغير في شكل السنه وتغير الشكل العام للسنه؟ في الايرلي والليت بيل ستيجز. المورفولوجي اوف ذا سايز اوف ذا فيوتشر توث از ستارتد at the early bill stage و completed in the late bill stage. يبقى امتى بيحصل المورفو differentiation؟ امتى بتحصل؟ بتستارت at the early bill stage وبتcompleted in the late bill stage by determination. نعرف ازاي؟ نعرف ازاي ان هي اكتملت؟ نعرف ازاي ان هي حصل لها completion؟ تبقى هي completed في الليت بيل ستيج. نعرف عن طريق الاميلو دنتينال والسمنتو انامل، اميلو دنتينال والسمنتو انامل جونكشنز. لما بتتعمل الاميلو دنتينال جونكشنز او السمنتو انامل جونكشنز، سمنتو انامل يعني الجونكشن ما بين السمنتم اللي هو موجود في الروت وما بين الانامل اللي هو موجود على الكراون. بيبقى مثلا الكراون اهو والسمنتم تحت في الروت اهو، فبيبقى في اتصال جونكشن كده. لما نلاقي الجونكشن دي والجونكشن بتاع دنتينو انامل جونكشن، نعرف ان ده مورفو ديفرنشيشن. بعد كده مرحله الابوزيشن، الابوزيشن من اسمها ابوزيشن يعني ترسيب، وهيكون ترسيب ايه يا ترى؟ ترسيب المعادن، ترسيب المعادن، ابوزيشن اوف مينرالز. ده بيبقى امتى؟ هل في الليت في الايرلي بيل ستيج والليت بيل ستيج؟ لا، الليت معروفه، الايرلي بيل ستيج بتبقى بيفور، بتحصل امتى؟ بيفور الهارد تيشو فورميشن. وبالتالي الابوزيشن اوف مينرالز ده هيحصل امتى؟ في الليت بيل ستيج بس، هيحصل في الليت بيل ستيج اونلي، وير الماتريكس اوف هارد دنتال تيشوز deposited by the formative cells. الهارد تيشو الماتريكس اوف ذا دنتال تيشو deposited by the formative cells. حطينا الماتريكس، الفورماتيف سيلز حطت الماتريكس و deposited by the formative cells at the end of the morpho differentiation. في نهايه مرحله المورفو ديفرنشيشن بيكون كل الماتريكس اتحط. يعني اعرف المعلومه دي وركز فيها كويس. يبقى في مرحلة المورفو ديفرنشيشن، في نهاية مرحلة المورفو ديفرنشيشن ايه اللي بيحصل؟ بيكون كل الماتريكس اتحط، والماتريسز الماتريسز ار ديبوزيتد ان اريثميك مانر. الماتريسز دي اللي هي صفوف المينرالز حصلها ديبوزيشن في ريثميك مانر، في
شكل نغمي. بس كده الحمد لله خلصنا محاضرة النهاردة، وصلنا لحد الروت فورميشن. الروت فورميشن اهو، واللي هو عبارة عن دي نص صفحة ودي نص صفحة كمان، يبقى صفحة قول كده صفحتين، والكلينيكال كونسنتريشن يبقى كده ثلاث صفحات. الحمد لله يخلصوا المحاضرة الجاية بإذن الله. بإذن الله يبقى كده بقى لنا محاضرة واحدة في التوث ديفلوبمنت. وعاش يا شباب، والله بحييكم جدا انكم يعني ما شاء الله ماشيين لحد دلوقتي معانا وماشيين معايا اول باول. ربنا يوفقكم يا رب ويكرمكم، واتمنى لكم التوفيق يا رب باذن الله. النهارده خلينا نقول اخذنا ايه النهارده. اخذنا الليت بالستيج، بدانا ب ايه الاحداث الهيستولوجيكال فيتشرز او الهيستولوجيكال تشينجز اللي بتحصل في الدنتال لامينا، في الانام الاورجان اللي هو كان اوتر انام الابيثيليوم، وحصلنا وعرفنا ان بيحصل في الاوتر انام الابيثيليوم فولدنج عشان الكونتاكت اريا تزيد والدنتال ساك تدينا غذاء اكتر للانام الاورجان. بعد كده عرفنا ان بيحصل بيبقى الاوتر انام الابيثيليوم ده فلاتند، بيبقى فيها مايكروفيلاي، في فيها ميتوكوندريا كتيره، فيها سيتوبلازميك فيزيكلز، فده دليل على ان هي اكتف ان ترانسبورتنج الماتيريالز. بعد كده الانر انام الابيثيليوم، عرفنا الانر انام الابيثيليوم ده تحت بيحصل له ريسيبروكال اندكشن. الانر انام الابيثيليوم يحصل له في مرحله الليت بالستيج يحصل له ريسيبروكال اندكشن عشان يتحول من بري اميلو بلاستس لبري اميلو بلاستس، سوري بري اميلو بلاستس، عشان يتحول من بري اميلو بلاستس لاميلو بلاستس، عشان الاميلو بلاستس دي تبدا تكون ديفورماتيف سيل، تكون الانامل ماتريكس، تكون الانامل، تعمل ديبوزيشن للانامل ماتريكس. انامل ماتريكس، ماتريكس يعني بروتينز، يعني مش بتعمل المينراليزيشن، لا ده البروتينز. اللي بيقول لك ان هي برضو الاميلو بلاستس دي بتمسك مع بعض بجنكشنال كومبلكسز. بعد كده الاستيليت ريتيكولم، وعرفنا الاستيليت ريتيكولم دي في مرحله الليت بالستيج بيحصل لها شينكج جامد نتيجه الانترسيلولر فلويد، ان هو حصل له لوس، فقدنا الانترسيلولر فلويد، وبيسيب مساحه عشان يسيب مساحه للانامل فورميشن. بعد كده الاستراتم انترميديوم ده معروفه للالكالين فوسفاتيز انزيم، هو المسؤول عن المينراليزيشن اوف انامل، مسؤول عن المينراليزيشن اوف انامل. طب ومين اللي بيساعد في المينراليزيشن اوف انامل؟ الاميلو بلاستس. يبقى اللي بيساعد في المينراليزيشن اوف اميلو اوف انامل اميلو بلاستس. مين اللي بيعمل مينراليزيشن للانامل؟ الاستيليت الاستراتم انترميديوم. تمام، عرفنا مين اللي بيساعد ومين اللي بيعمل، مين العامل القوي او الاساسي في المينراليزيشن. طب مين اللي بيعمل الانامل؟ لو قال لك مين اللي بيعمل، مين الفورماتيف سيل اوف انامل، تقول له الاميلو بلاستس. طب لو قال لك مين المسؤول عن الريسبونسبل فور مينراليزيشن اوف انامل، تقول له ستراتم انترميديوم. بعد كده فانكشنز اوف انامل اورجان، اوتر انامل ابيثيليوم، ستيليت ريتيكولم، عرفنا الاوتر انامل ابيثيليوم بيبقى عامل ازاي، والستيليت ريتيكولم الفانكشنز بقى سوري عرفنا الفانكشنز بتاعتهم. اوتر انامل ابيثيليوم ترانسبورتنج الماتيريالز سبيشالي، واضحه اكيد مش واضحه هنا. عرفنا ترانسبورتنج الماتيريالز، الستيليت ريتيكولم بتشتغل كممتص صدمات، بتحاول بتحفظ التغير، بتحفظ الانامل اورجان والحاجات دي ان يحصل لها فورس خارجيه تغير من شكلها. وبعد كده عرفنا استراتم انترميديوم، الاستراتم انترميديوم دي موجوده فوق على طول، وظيفتها ايه، وعرفنا ان هي استراتم يعني ايه وانترميديوم يعني ايه وليه اتسمت بالاسم ده. بعد كده الانر انامل ابيثيليوم، الانر انامل ابيثيليوم عرفنا وظايفه عديده ومختلفه. وبعد كده دخلنا في الفانكشنز اند فيت اوف دنتال لامينا، وظيفه الدنتال لامينا، وظائف الدنتال لامينا، والفيت نهايه او مصير الفيت، مصير الدنتال لامينا، وعرفنا ديورينج كذا الدنتال لامينا بتعمل ايه وبيحصل لها ايه ومصيرها ايه وهكذا، وانها في النهايه بيحصل لها ديسنتجريشن، بيحصل لها ديسنتجريشن، ويا اما كومبليتلي ديسنتجريت او بتسيب ريمينانس، بتسيب ابيثيليال ريسس او ابيثيليال ريسس سيرس او ابيثيليال بيرلس او سيرس بيرلس وهكذا. بعد كده عرفنا الهيستوفيسيولوجيكال ستيجز، الانيشيشن، بروليفريشن، هيستو ديفرنشيشن، مورفو ديفرنشيشن، ابوزيشن، وعرفنا كل واحده بتفاصيلها. وكده الحمد لله خلصنا. اتمنى لكم يوم سعيد، اتمنى لكم دراسه سعيده ممتعه، تعلم مفيد باذن الله.
وحاولوا تستمتعوا بوقتكم بدراستكم، وانا بقول لنفس الكلام ده برضو، احاول استمتع بدراستي ووقتي في الدراسة مع صحابي، صحابي الكلية ما بيتعوضوش، اتعرفوا على ناس، اتعرفوا عليا، على ناس تانية، اتعرفوا على اي حد يقابلكم في الكلية او في مجالكم، هيفيدكم جدا وهيوجد مودة وحب بينكم وألفة، وربنا معاكم ومعانا جميعا يا رب. كان معاكم محمد حمدي من بيكونيا، سلام عليكم.